السمك عندي سمك فيليه. طبعا السؤال الان شيف بنفع سمك ثاني؟ طبعا اي نوع سمك فيكم تسووها بهاي الوصفه، لكن يعني هو انسب شيء هو سمك الفيليه. فباخذ من بهار السمك من الضياء، بدنا نتبل بس ما بدي اكثر، لانه هذا السمك انا بدي النكهه تظل ايش، تظل نكهه السمك واضحه. فشويه من بهار السمك المرتب، شم ريحته ما طيبها، احلى ريحه، فلفل اسود وكمان اكيد من الملح. هذا اول وجه. الان بدي اعمل عمليه قلب بالضبط وتبل للوجه الثاني. للوجه الثاني انا عندي نوعين من الخردل، عندي خردل عادي وعندي الخردل حبيبات ديجون. بضيفه وين؟ داخل بولي، وباخذ كمان خردل عادي. وطبعا رايح أضيف كمان من حب الثوم، حاضرين حاضرين. طيب بعديها هاي الثوم، الآن بدي أجيب ملعقة، بس قبل الملعقة بجيب حبة ليمون وبعصره وين؟ ده على الخردل اللي أنا عامله، الحب والعادي مع الثوم. خلطة الخردل جاهزة، والآن باجي على البانكو اللي هو عبارة عن خبز أبيض مجفف بنفع أنه أسوي فيه جميع أنواع البانيهات. هيو عبارة عن قرشلة لونها أبيض، هيا بضيف عليها من جبنة البرميزان. يا سلام كمية منيحة، شايفين؟ يا سلام. فلفل أسود، وبخلط كله مع بعضه، بجيب منها الزبدة وبضيفها وين كمان؟ فوق القرشلة هاي اللي هي اليابانية، بقدونس مفروم عليه، باستخدام فرشاي رايح أبدأ بإضافة بس على وجه واحد مش على وجهين. هذا رح يخلي كمان البانكو يلزق أكتر. أيوة ما هاي هي الفكرة. وبنزل فيها وين؟ هاي على البانكو، طلع وبضغطها منيح، الآن تقريبا 10 دقائق بالفرن على حرارة 180 بده فرن متوسط الحرارة. نختار حبات البطاطا، خلينا نحكي المتوسطة. أول شيء بسويه بالبطاطا باخذ شرحة صغيرة حتى ايش؟ اقعدها ترتاح بالقعدة. بعدين باستخدام سكين صغير بعمل فيها شقوق، مش للآخر، بس بالثلث الأول من البطاطا. طبعا الشقوق هاي اختاروا اللي بدكم اياها او الشكل بدكم اياه، معيني او مربعات او مكعبات بهالشكل. طلعوا صارت عندي بطاطا، شوفوا هيها. بجيب أعشاب بضيفها هون في كاسة صغيرة، وبضيف عليها فلفل أسود، ملح، وكمان شوية من الزيت. بعديها نخلط منيح منيح، ومن ثم بجيب البطاطا هاي وبضيف عليها من ايش؟ من هاي التتبيلة، من هاي التتبيلة. وباستخدام ايدي بدخل التتبيلة هاي لوين؟ يا سلام داخل البطاطا. شوفوا كيف طلعوا، ها هيها هيها
هيا على حرارة 180 ساعة وربع من دون غطا مكشوفة. حلو. بدنا سمك فيليه تقريبا كيلو، كوبين قرشلة يابانية البانكو، ربع كوب من الزبدة، وبقدونس مفروم، جبنة بيرميزان، خردل وعصير ليمون، بهارات سمك أكيد من الضياء، وثوم ملح وفلفل.